في نفس الجولة، الجولة رقم 25، كرة فيها محاولة ملعوبة من العائد علي قادري، لكن كرة قادري إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس، انتصار لخوية يبقيه على أقل تقدير في الصدارة بفارق هدفين. فريدون عميد نصل 32 هدف سجلها هذا الموسم، واليوم يسجل هدف رقم 17 في شوط المباراة الأول، ويصل إلى الهدف رقم 33 في الموسم، يوزع مجهوده، ينتصر، كرة فيها محاولة، إسماعيل الهداف التاريخي. الدقائق القادمة سيكون لها أمر آخر. كرة تصل عند إسماعيل في منطقة الجزاء، محاولة لمصات لخوية، لكن مشعل مبارك بعدها، مشعل مبارك بعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمي التماس، لازال لخوية يبحث عن الفرصة الحاسم في هذه الجولة، ملعوبة داخل المنطقة، جول 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 جول.